قصد التقليل من الجريمة الإلكترونية في أوساط الشباب والتعريف بكيفية استعمال فضاء الإنترنت، استفاد أكثر من 100 شاب وشابة من يوم إعلامي المنظم من قبل جمعية صدى شباب ورقلة ومجموعة مطوري جوجل. بالتعاون مع جمعية صدى الشباب ورقلة ننظم مثل هذه الأيام للتقليل، أقول للتقليل من الآفات الاجتماعية بصفة عامة، وخاصة آفات الجريمة الإلكترونية وما يظهر منها من سلبيات. التظاهرة لقيت استحسان المشاركون الذين ثمنوا هذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف أكثر على فضاء الإنترنت. جمعية استفدت من هذا الإيفان وهذه اللي صارت، أني أنا نقرأ أغرونومي اسمها فلاحة اسمها خطني الضمان هذا كامل، مي حبيت نجي باش ندي خبرة في هذا عالم الإلكترونية. لتبقى مثل هذه الأيام الإعلامية تنير الطريق أمام مستعملي الشبكة المعلوماتية لتوخي الحذر من الوقوع في المحظور.